اهلا بحضراتكم. يمكن في اهم فقره يوم الجمعه هنا في المحترف، الفقره التحكيميه. وزي دايما ما بنقول في على شاشه قناه النادي الاهلي، دايما دايما وابدا، ان النادي الاهلي وشاشه قناه النادي الاهلي دايما بندعم التحكيم وواقفين في ظهره بشكل كبير جدا، وبنحاول بقدر الامكان ان احنا نحسن العمليه في عمليه التحكيم. وعشان كده دايما نجمنا النهارده والدائم معانا في المحترف كابتن ناصر عباس خبيرنا التحكيمي دايما بيقول يا جماعه احنا ما بننتقدش، احنا بنحاول نوصل معلومه او بنحاول نعلم جزء من يعني خبراتنا الكبيره جدا، وهو طبعا عنده خبرات كثيره جدا جدا، ودايما بينورنا ويشرفنا هنا في قناه النادي الاهلي وفي المحترف. كابتن ناصر مساء الفل على حضرتك. مساء الخير يا كابتن هاني، تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. بحييك طبعا على المقدمه المحترمه اللي انت قلتها ديت، وزي ما يعني حضرتك قلت باكد على كلامك ان هنا في قناه النادي الاهلي سياستنا ان احنا دايما بنبحث عن التطوير، ما بنخرجش خارج عن النص، ولكن احنا مع الحكام بنشوف ايه المفروض نعمله للحكام من تطوير اداء التحكيمي، بندي ثقافه تحكيميه للكل، وده هدفنا. وده انا عاوز اقوله للكل، يعني احنا الحمد لله معنا النهارده حالات تحكيميه كابتن هاني جميله جدا جدا خاصه بقانون كره القدم. مهم يا كابتن، حضرتك كمان كنت بتتكلم في نقطه مهمه جدا، عمليه ان انا بنقد حجم مش بغرض ان انا عايز اقضي عليه، انا بالزبط. بغرض ان عايز احسن مستواه، احسن اداؤه، الرساله توصل له بشكل افضل، فممكن ياخد هذه المعلومه ويطور من نفسه. بالزبط. ما فيش شك بشكل بالزبط. اكبر يعني بالظبط. كان كابتن النهارده عندنا الفتره الاخيره كان عندنا الجوله 32 صحيح، ومباراه من دور ال 16 ودور الثمانية، وكان عندنا كاس الرابطه. فاحنا جايبين الحاله التحكيميه الاول، وهنختار في النهايه افضل، يعني هم افضل في افضل تاني، لكن احنا مختارين اربع حكام، افضل حكم ساحه، افضل حكم مساعد واحد واثنين، وافضل حكم فار. خلينا نروح للحالات التحكيميه. يلا بينا. معنا اول حاله كابتن هنا نشوفها لمباراه فاركو امبي. لا هنا الغندور، هنا الغندور ماشي. لا احنا ماشي الاهلي واسماعيلي. حاله جميله جدا جدا، واحنا كنا بنتكلم في كنا كابتن هاني محمد. نرجع تاني بس كده، انا عاوز اوضح حاجه مهمه جدا. خلي بالك من اللاعب سيرجي اللي هو لاعب الاسماعيلي. كابتن هو فين الوقت؟ ستوب. نرجع تاني بس نتقدم شويه. أوكي. نتقدم شويه كمان قدام. أيوة قدام. أيوة, قدام أيوة, قدام أيوة, أيوة, ايوه 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 هنا هنا تمام. هنمشي شويه ونشوف هنا اللاعب هيعمل ايه. كابتن هاني خلي بالك بقى ونمشي. يلا خلينا نمشي بالكره ونشوف. هو خارج ميدان اللعب يا كابتن. السؤال نقف. السؤال، ودي حاجه بنقولها للاعبين مدربين، بندي ثقافه تحكيميه. هل اللاعب اللي خارج ميدان اللعب ده انا حاسبه ان هو مغطي تسلل، ولا انا كحكم مساعد بشيله من حساباتي؟ ده السؤال. ده سؤال مهم جدا جدا جدا. طيب كابتن هاني، هنا اللاعب ده خارج ميدان اللعب، القانون قال ايه؟ في الاول كان اللاعب دوت اللعيبه بتاع زي ما انت عارف، انت كنت مدافع، لما بيلاقي نفسه مغطي التسلل بحاول اخرج بره الملعب، بيخرج بالظبط، فما كانش حد بيحاسبه. النهارده القانون قال ايه؟ حتى لو اللاعب ده خرج حتى عند لوحه الاعلانات اللي ورا دي، هو مغطي التسلل طالما الهجوم ما زال حتى الان مستمر. امتى انا بشيله من حساباتي كحكم مساعد؟ خلاص بقول خلاص من دوت، هو خارج من اللعبه، ما حاسبوش بقى. لما الهجمه دي بتنتهي تماما، او الحكم يصفر، او الكره بتتنقل في منتصف النص ملعب الثاني، يبقى الخطوره هنا انتهت. ولكن هو النهارده خارج ميدان اللعب، انا ما زال حتى الان هو مغطي التسلل. خلينا نروح ليه نكمل ونشوف ايه اللي هيحصل. هو بعد ما جت جون هو نزل الملعب، هنا الحكم مساعد، هنا اخر تاني مدافع هنا بالنسبه له، هنشوف هيبقى مين، حارس المرمى تمام. وهنا الكرة جاية، بص يا كابتن، من الخلف للأمام، هدف صحيح 100%، وبنوصل رسالة إن اللاعب اللي بيخرج بره ده يا جماعة خلي بالكم ده مغطي تسلل. طب الكلام ده مش واصل للناس الموجودة؟ هقول لك على مفاجأة كابتن يعني. أنا هقول لك على مفاجأة كابتن. أنا مرة رحت عندنا الرخص بتتاخد، بيبقى في حاجة اسمها فقرة للتحكيم، فرحت حضرت بعض المدربين. أنا لقيت مفاجأة للأسف، إن 90% من المدربين اللي موجودين كنت بدي القانون، لا يعني هما بعيد تماما، يعني انا بتكلم حتى باسلوب مهذب، بعيدين تماما عن القانون تماما. فعاوز اقول ان القانون ده انت كمدرب بتستفيد بيه في شغلك طبعا، في شغلك كمدرب، وازاي بتحفظ اللاعب، وازاي بتعرف اللاعب ثقافه التحكيم.
واللعيبه كمان خلي بالك، ده اللعيبه لازم يكون عندها دوت يعني كمان الموضوع انك المدربين لازم يكونوا عارفين بحكم عملهم، لكن بالزبط. كمان لازم اللعيبه كمان نفسها تكون عارفه القانون بالزبط. ولا اللاعب ده ما كانش عمل كده يعني بالزبط. لو عارف ما كانش عمل كده يعني. يعني حد مثال في ماتش الاهلي منتخب السويس، حارس المرمى ركله مرمى شناوي اتلعبت راحت لحسين الشحات، ركله المرمى ما بيجيش منها تسلل طبعا، ولا ركله مرمى ولا رمية التماس ولا الركنيه، المساعد رفع ما كانش بيركز والحكم صفر، مين اللي يروح يقول للحكم تخيل ان ركله المرمى ما فيش فيها تسلل؟ حسين الشحات، ياسر، الكابتن سعد حفيظ. دي حاله من ضمن الحاجات اللعيبه احيانا بتبقى فاهمه القانون احيانا صحيح. وبعض منهم، ولكن التحكيم احيانا لابد ان يكون مركز. الحاله اللي بعد كده اتفضل يلا خلينا نروح للحاله اللي بعد كده ونشوف واحنا ماشيين. انا بشوف تحركات الحكم هنا محمد احمد عباس مايو. شوف يا كابتن هرجع تاني، معلش سامحني. بص هو هنا الهجمه كانت مع فريق فاركو، هو خد البوزيشن بتاعه وراح فين يا كابتن هاني؟ على الدايره عشان يحضر حاله للهجمه. وبعدين ايه اللي حصل النهارده؟ نشوف ودي بنديها للحكام، تحركات الحكام ازاي تتحرك وازاي بقى عندك توقع وقراءة طرق واساليب لعب الفريقين. هنا التحضير شغال اهو، التحضير شغال، وبعدين هنا هو بياخد التمركز. هنمشي هنا، حصل يا كابتن ضغط على اللاعب المدافع وتم استخلاص الكره، هو انا اشار بان هنا مفيش مخالفه. نمشي ونشوف ايه اللي حصل. راحت مره واحده اتعملت وبعدين هدف. انا هنا جايب الحاله ديت ليه؟ انا بودي التحكيم في حاجه مهمه جدا او الحكام، ان اللاعب حتى الحكم لما بيكون في نص الملعب الخصوم فبيجي هنا لما بيلاقي هنا في ضغط لابد ان هو يجري، وهو ده اللي عمله محمد احمد عباس لما لقى الكره اتقطعت شكله عمل سبرنت. ده حكم كان لعب كوره على فكره، لعب ولعب في انديه على اعلى مستوى. محمد احمد عباس عمل مباراه نموذجيه، وده حكم من حكام الشباب. وده السؤال، احنا كلنا مع حكام الشباب ولجنه الحكام طالما في حكم كويس نديله ونقف معاه. هو عمل مباراه كويسه، محمود وافى كمان في هذه الفتره عمل مباراه كويسه. ان انا النهارده حاله من حالات التعليميه ازاي تتحرك فيه لما يحصل ضغط على التحضير والهجمه تروح ليه. ودي كمان هتبان هنا السبرنت اكتر. هو حتى هنا كمان ما حسبش مخالفه، انت عارف لو حكم خفيف شويه كان حسب مخالفه صحيح. وخلص، ولكن خلينا نقول هو خلى اللعبه تواصل وهنا ما كانش فيه مخالفه. بص يا كابتن هنا استخلاص، اللاعب خد الكوره وبالتالي هنا هجمه وهدف صحيح. الحاله بعد كده جميل. شوف هنا، نشوف هنا حاله تعليميه طبقا للقانون تاني من هذه الزاويه يا كابتن، من هذه الزاويه. الله عليك، هنا مفيش تسلل، مفيش تسلل طبعا. تمام ستوب، هرجع ورا، انا عاوز بس نحظر ارتكاب المخالفه. كابتن هاني انت كراجل مهاجم عندك فرصه تجيب هدف ولا مفيش؟ انت رايح خلاص اهو. لا يعني عندي فرصه هدف طبعا، هدف طبعا مفيش فيها كلام. هنا حصل دفع، نشوف هنا الدفع هنا وركله الجزاء واضحه وصريحه. انا هنا المفروض طبقا للقانون انا كحكم لما بحسب مخالفه ركله جزاء لابد ان يكون في بطاقه حمراء. ليه؟ لمنع تسجيل فرصه محققه. هنا الدفع موجود، عارف لو المدافع دوت في تنافس على الكره، في تنافس في تنافس بتنزل البطاقه من حمراء لصفر، انما هنا الدفع او الشد او المسك البطاقه حمراء مباشره. هنا الحكم احتسب مفيش مشكله المخالفه الفنيه، ولكن هنا فين العقوبه الانضباطيه؟ هو هنا الحكم ما اداش ولا انذار. طب اقول لك حاجه، يعني واحد طبعا من يعني زملائنا في الاعداد قال لي طب يعني هو خلاص هو رايح واداله ضربه جزاء، يبقى كمان موت وخراب ديار يبقى ضربه جزاء وكارت احمر. هل ده بيجي في تفكير الحكم؟ بص. يعني ممكن في وقت من الاوقات يقول لك خلاص انا اديتك ضربه جزاء وبالتالي مش هديك كارت احمر؟ احنا عندنا القانون يا كابتن هاني واحنا بنمشي بالقانون. هو القانون قال ايه في مثل هذه الحالات؟ في مثل هذه الحالات لو في تنافس على الكره، يعني انت كمدافع هتلعب الكره وحصلت المخالفه، البطاقه بتنزل من الحمراء للصفر، يبقى عندك نيه تنافس. ولكن الدفع مفيش تنافس، انت دفعت هنا ما عندكش نيه انك انت تلعب، انت ورا اللعيب الشد او المسك مظبوط. وهنا القانون كان واضح، هنا بنشوف الحكم هنا احتسب تمام، وبعدين راح ما اداش ولا بطاقه صفراء ولا حمراء. لا خلينا بقى لقطه الفار، كان هنا عندنا لقطه الفار، لقطه كانت مهمه جدا جدا. الفار لما استدعاه كابتن هاني قال له لا هنا في فرصه محققه لابد ان يكون فيها بطاقه، يعني لقطه الانذار والكارت ده هو طلع على فكره اصفر وبعدين احمر. ده بعد ما شاف الفار، بعد ما راح الفار هو رجع ادى اصفر. لا انا مش هدي اصفر، هو لا كان عنده كارت. لا يا كابتن انا هنا لابد ان انا ارجع بالحمراء مباشره، دي مفيش فيها فصال يا كابتن ولا تقدير ولا 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 ولا. والفار لما جابك يا حكم
جابك عشان تدي البطاقه الحمراء. دي حاله مهمه جدا من الحالات اللي احنا اعتقد برضو مش من يعني مش ولا اولويه للفار ان هو اصفر واحمر، ولا الفار يقول له على احمر بس؟ الفار بيجيبه يقول له دي فرصه محققه، تعالى شوفها تستحق كارت، تستحق البطاقه الحمراء. مفيش فيها سؤال. ليه فرصه محققه يا كابتن؟ هي المعايير بتاعتها كده، اللاعب مواجه تجاه العام تمام، تمركز المدافعين مفيش. وبالتالي هنا انا بقول لباسيوني هو كان عنده انذار على فكره اللاعب، اديت له اصفر في الاحمر، لا ادي له الاحمر مباشره، ان احنا بنطبق القانون وبنعلم الحكام الصغيرين. صحيح. الحاله اللي بعد كده يلا نشوف الحاله اللي جايه، بيمز وسموحه، حاله من الحالات المهمه جدا جدا كابتن هاني، هجمه هنا بنشوف ها مشى اللعب، ماشي حاله مهمه جدا جدا، ونشوف ونشوف ها هدف، الحكم المساعد رفع ايده تسلل، واحده واحده الهدف، نشوف هل قرار الحكم المساعد كان قرار صحيح ولا مش قرار. هنا محمد رجب او رجب محمد من منطقه الفيوم، شوف هنا كابتن لحظه، يرجع تاني كده، ارجع سنه بس، سنة لحظه اللمس نرجع هي ايوه دي. هي دي بس. هنا مين مغطي كده؟ علي جبر اعتقد، اهو علي جبر مغطي هنا بالرجل الشمال. هنا الحكم المساعد، هنا قلنا دايما يا كابتن هاني ركز مع اخر تاني مدافع ومع اللمس، لحظه اللمس اعمل ربط بين لحظه اللمس دي اللي احنا جايبينها واللاعب اللي هو اخر تاني مدافع اللي هو مين؟ علي جبر، هترتاح. ولكن هنا ما كانش في تركيز وربط كويس. نروح نشوف الهدف جه، يلا نشوف الهدف هنا، هو عمل الديليه كويس جميل، وبعد كده اشار على التسلل تمام. نشوف هنا القرار الفار كان قرار مخالف تماما لقرار هنا بيدي اهو. نرجع تاني للاشاره اللي هي القلاوي هنا عمل ايه؟ قال الفار، قال له دي حقيقه مكانيه، الهدف صحيح. وده وانا شايف الكابتن انها مش صعبه، يعني شفت انت قلت ايه؟ مش صعبه ابدا. صحيح. ابدا، ولكن زي ما قلت لك سنه التركيز دي هي اللي عملت المشكله دي. طبعا هدف صحيح، والقلاوي عمل مباراه كويسه جدا في هذه المباراه. دي الحاله اللي هي يمكن كانت الرابعه معانا. نروح للحاله اللي بعد كده، هنا نشوف كانت في مباراة النادي الأهلي ومنتخب السويس. نشوف هنا كابتن، هنا في البداية في عندي لعبتين. اللعبة الأولى المدافع بيعمل التاكلينج وبعدين الكرة هنا بتصطدم في الإيد وبعدين بيقوم يلعب، مفيش ممكن. هنمشي للحالة الأولى ونشوف ونحللها. وزي ما قلنا احنا في قناة الأهلي النهاردة بنحكي للحكام بكل حيادية. كابتن نشوف اللاعب هنا أحيانا بينزل بيعمل حاجة اسمها دعم الإيد وبينزل يسند بيديه وهو بيعمل، هنا بنقول دي ده وضع طبيعي. صحيح. وانا بنزل على ايديا هنا هنقول مش هنحاسبه على ان دي الايد الداعمه، الايد الداعمه دايما مش هحاسبه عليها. ولكن نشوف بقى بعد كده ايه اللي حصل من لاعب هنا. الايد دي راحت في بس نقف. الحلقونيه قلنا يستمر اللعب. هنا الايد دي بنقول اعاقه المنافس بالايد. شوف هنا حسين الشحات رايح معدي هيروح للكوره، وبالتالي هنا كان ايه في اعاقه هنا بالايد الشمال وكان يستوجب احتساب ركله. خلينا نمشي اللعبه بقى على طول. طب انا عايز اقول لك حاجه هنا كمان يا كابتن، ده يعني معلش انا لسه شايفها. ده ايديه ورجليه اللي راحه كمان بالظبط، يعني في الرجل الشمال كمان راحه. يعني بص كابتن، رجعها من الزاويه اللي قبل دي، رجع لكابتن هاني الحاله، رجع الزاويه اللي قبل دي كمان دي خلاص. قلنا استمر اللعب تمام، لسه دلوقتي هي الايد اهي. الايد بص بقى كمان رجليه اليمين، بص طلعت فين رجليه اليمين. الله عليك كابتن هاني. وبص انت جبت حاجه ويمكن انا ما رحتلهاش، ولكن انا رحت في البدايه. رجليه راحه لسكه حسين، عمل خطأين. الخطا الاول الايد او الذراع، وبالتالي انا بحاسبه على يعني هو اللي حصل الاول ايه؟ الايد. خلاص الاعاقه موجوده، بلانتي لم تحتسب للنادي الاهلي، مش عشان خاطر انا جايبها عشان النادي الاهلي، ولكن عشان يا حكامنا يا محترمين دي حالة واضحه جدا بالزبط. وسهله جدا. تخيل المباراه 0-0 وهذه الحاله محتاج النادي الاهلي او اي نادي 3 بونت. صحيح. هنا ركله جزاء لم تحتسب في هذه المباراه، دي الحاله اللي هي تقريبا الخامسه معانا. اللي بعد كده الاهلي والبنك الاهلي، والشيء بشيء يذكر وهذه الاخطاء تم احتسابها على النادي الاهلي. نشوف الضربه من غير كوره كابتن هاني، وشفنا قبل كده الشناوي اتطرد في مباراه، عبد المنعم اتطرد في مباراه، نيجي على هذه المباراه الاهلي والبنك الاهلي. شوف عبد المنعم واللاعب اللي كان محمد فتحي تقريبا من لاعب البنك الاهلي، شوف الكوع الشمال ماشي. نمشي ادي كوع، ده من غير كوره على فكره. نمشي تاني وادي الكوع التاني في وش، ده واخده يمين وشمال يمين وشمال. هل من المعقول انا كحكم الفار لم اتدخل في هذه الحاله؟
هنا دي الحكم هنا الكره كانت كورنر اتعملت راحت في خارج ال 18 الحكم هنا ما شافش الحكم هنا عينه على الكوره طبيعي هنا دي شغله الفار زي ما النهارده محمد عبد المنعم اتطرد في مباراه الاهلي وبيراميدز على هذه اللعبه يبقى هنا المعايير يجب ان تكون واحده كحكم فار لابد ان نجيب الحكم في هذه الحاله للاسف الحكم الفار لم يتدخل في هذه الحاله وبنقول طبعا اللقطه دي الحكم ما يقدرش يشوفها لان جري مع الكوره يعني لان هو عينه كانت على الكوره برافو يا كابتن دي احنا برضك بنقول دي حالات تعليميه من فضلك خلي بالك ده ضرب من غير كوره يعني تعمد ازاء وليس تنافس على الكوره صحيح الى بعد كده عندنا الاهلي وفيوتشر الاهلي وفيوتشر مباراه حصل فيها هنا احمد طارق سجل هدف كانت في الدقيقه 11 تقريبا في الدقيقه 11 هنا حكم المساعد اشار على تسلل وحكم الميدان اشار على تسلل مع الحكم المساعد عشان بس البعض طلع يعني قال حاجات كده انا مش مقتنع بيها بص يا كابتن هنا كان خالد الغندور تقريبا على الفار هنا بيجي الفار يشيك على الهدف احنا قلنا ان اي بعد اي هدف الحكم الفار دوره ان هو ياكد صحه الهدف من عدمها هنا الخطوط نشوف الخط اللي هو واخد من اخر جزء اللي هو قريب لمرمى المنافس اللي هو احمد عاطف احمد عاطف واخد من الكتف اللي هو الجزء القريب لمرمى النادي الاهلي صحيح واخد من قدم لاعب النادي الاهلي هناك من اخر الحذاء اللعبه واضحه مفيش فيها اجتهاد يا كابتن هنا الفار حط النقاط والخطوط واضحه جدا جدا ما ينفعش اطلع اقول ان الفار اخطا والهدف صحيح يا جماعه اللي يقول الكلام ده يبقى لابد ان هو يخش غرفه الفار بنفسه وهو يحط النقط ويعمل احداثات على اللعبه ويشوف ويطلع صحيح. صحيح. انما هنا الفار اشتغل شغل صح الهدف غير صحيح وبالتالي هنا التسلل بجزء تعال هنا نشوف اللعبه من غير خطوط برافو عليك هرجع تاني بس للجزء اللي انت جبته ده جميل جدا جدا ايه رايك يا كابتن هاني الجزء واضح اهو جزء من الجسم سابق ما هو خلي بالك انا شايف ان طبعا الكتف سابق والكتف لو جاب بيجون هيتحسب فجزء من الجسم اللي يقدر يجيب بيجون ويتحسب بعض الناس بيقول لك ما هو خلاص انت ما تحسبش الرجل دي خلاص الرجل دي الرجل الشمال بتاعت احمد عاطف دي خلاص مش محسوبه بره القصه خالص فانا في رايي طبعا يعني من هنا من الزاويه اللي انا شايفها لا من طبعا غير خطوط يا كابتن ومن غير خطوط اللعبه سهله وهنا المساعد اشار خلي بالك يا كابتن هاني المساعد اشار بالتسلل والحكم صفر معاه والفار اكد انت عارف يا كابتن اللي علشان دايما احنا في الاوفسايد بنبص على الرجلين اكتر بالظبط وبالتالي انت هنا لو شايف الرجلين بص الرجلين سابقه احنا مع الفار ومع التقنيه الجديده بالزبط. بدانا نبص على اجزاء جسم بالظبط يعني ما كانتش محسوبه قبل كده تمام وهنا الفار تدخل يا كابتن والفار رسم الخطوط 10 على 10 ما فيهاش فساد ما حدش بقى يجتهد يقول اصل الهدف والهدف يا جماعه الكلام ده مش مقنع لان احنا لابد ان احنا نقول كلام مقنع للناس صحيح. وده هدف غير صحيح وانا بحيي فيه حكم الفار والحكم المساعد وحكم الميدان صحيح نروح للعبه اللي بعديها على طول سريعا للعبه النادي الاهلي نفس الشيء يا كابتن هاني نشوف هنا معلول وهنا الشحات بيلعب وهدف هناك المساعد ادى هدف المساعد الثاني ده انا هنا شايفها هذا يعني انا بجري بعينيا هنا كابتن جايبين اللعبتين ليه عشان تمام. نقول ان دي الفار هنا يعني بيحط شغل بيعمل شغله صحيح بصرف النظر هي انت شايفها مش شايفها ولكن احنا بنرجع تاني للفار نفس الشيء هنا واخد من قدم معلول قدم اللي هي الشمال مظبوط وهو واخد من هنا ايضا من قدم لاعب مدافع فيوتشر فيوتشر من القدم وهنا المسافه دي المسافه هو الخط الاحمر اهو اقرب لمرمى المنافسه وبالتالي كان تسلل اللعبتين زي ما قلت اللي عاوز يقول حاجه غير كده معيار واحد بالزبط. يروح يخش غرفه الفار وهو يشتغل على اللعبتين ويطلع نتائجهم انما الوحيد اللي يقول الكلام ده هو حكم الفار الكلام ده للبعض اللي بيطلع يقول مع احترامي ليه طبعا ان دي تسلل ودي هدف وده يعني الكلام ده يا جماعه بيعمل مشاكل لبعض الناس اللي بعد كده معانا حالات كتيره معلش احنا سامحونا ولكن احنا قلنا احنا بنغطي 32 بصراحة. ونشوف هنا الحاله اللي جايه سيراميكا والاتحاد هنا نشوف هنا وائل فرحان حاله مهمه جدا 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 كابتن هنا في هدف حكم المساعد يعني احنا قلنا عليه ايه نقف بس نقف سامحني قلنا لما يكون في لعبه زادت وفي حاله دقيقه كده تسلل او مسلل خلي اللعب يستمر الاول يعمل ديلي سيجنال كحكم مساعد خلي اللعبه تنتهي الفار هيراجعك قرارك
لو انت صح هياكد، لو انت مش صح الفار هيدي القرار. شوف هنا الحكم المساعد هنا في تسلل ستوب. شوف يا كابتن هنا واشار امتى الحكم المساعد؟ بس قبل ما ده اشار قبل الكره ما تخش جول. ده اللي احنا عاوزين نقوله، بنقول لو طب ماذا لو الكره دي جول؟ عارف اشارته ديت الحكم يصفر الفار ما يرجعش. تمام. ولكن كان يجب على المساعد يسيب اللعبه تنتهي تماما لان ده هدف. اوكي دي من ضمن الحالات. هناخد سريعا تمام افضل طاقم تحكيم. يلا خلينا نشوف افضل حكم في هذه الجوله. بنشوف معانا هنا محمد احمد، هنا المساعد خالد حسام طه مختارينه من ضمن الحكام اللي هم الافضل. نشوف اللي بعد كده محمد مجدي سليمان. الاثنين دولت من الشباب يا كابتن هاني، واحنا هنا بندعم الشباب. الحكام عملوا مباراه هايله هايله هايله. نجيب المساعد الحكم الفار او نجيب حكم الميدان. يلا هنا محمد احمد عباس كان الافضل في المباراه اللي احنا قلنا عليها المباراه الاولى. هنا حكم الفيديو كان هشام القاضي، حكم من منطقه اسيوط. كلهم ما شاء الله شباب شباب شباب. صحيح. على الرغم ان عندنا حنفي، محمود وافا، امين عمر، البنا، يعني حكام كتير، ولكن احنا اخترنا النهارده الشباب. بنقول ان دولت الافضل. اتمنى للتحكيم المصري التوفيق في الفتره اللي جايه. ابدعت يا كابتن، يعني بنشكرك شكرا جزيلا، دايما بتمتعنا بتحليلك. يعني خلينا نتكلم بكل امانه، الفير انت بتتكلم فير بشكل كبير جدا. هاني انا بشكر فريق العمل اللي بره بامانه، يعني الله ينور عليهم. النهارده عملوا شغل عالي، كل اللي بره النهارده ساعدونا في ان احنا نطلع بهذا الشكل الجميل. لا ده طبعا يعني العاده وعادتنا هنا في قناه النادي الاهلي، دايما فريق الاعداد بيقدم اقصى ما عنده، واحنا بنحاول نوصل لحضراتكم اقصى ما عندنا عشان توصل الصوره تليق بشاشه قناه النادي الاهلي وباسم النادي الاهلي. كابتن نشكرك شكرا جزيلا، الشكر واصل لحضراتكم. دي كانت نهايه حلقتنا النهارده، كل التوفيق ان شاء الله لفرقتنا بكره بالفوز على نادي الاتحاد، ويعني نقرب كمان خطوات كثيره جدا لحصد بطوله الدوري العام. شكرا جزيلا لحضراتكم، معادي مع حضراتكم في يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف. استنونا يوم الاثنين. شكرا جزيلا.